راديو نيل. بنتكلم في حلقة النهاردة عن تصوير الفيديو كليب وامتى قلدت موضة في أغنية، يعني امتى قلدت شكل قصة شعر مطرب أو مطربة أو عملتي ميك اب زي مطربة أو حتى شكل اللبس. في أغاني كده معينة دي كانت تريد مارك، خلاص احنا عارفين ان الأغنية دي قعدت معانا شوية. لو هنتكلم عن فكرة اللبس، بيتهيألي نمرة واحد في فكرة الموضة واللي الناس تقلده كان الهضبة عمرو دياب. لو كلمنا عن ألبوم تملي معاك البيلوفر طبعا اللي مصر كلها لبسته، وفي أغنية أنا عايش الآيس كاب كل الناس لبسته. خلونا نتكلم عن شكل الشكل نفسه. راغب علامة مثلا في أغنية قلبي عشقها كان عنده شنب، وقتها ما كانتش موضة فكرة الشنب، فلقيت كل جيل التسعينات حضرتك رب شنبه، خلاص أنا ماشي عندي شنب، راغب علامة شنب. محمد محي في ليه بيفكروني، فكرة الحمالات اللي على أو فكرة كمان السالوبات، ما كانش دارج ان احنا نشوف رجالة بيلبسوا سالوبات، بقت موضة وده بقت الناس بتلبسه. لو هنتكلم عن الستات بقى شوية، أصالة تحديدا في أغنية يا مجنون كان في موضه طالعه كده بفكره ان انت بتبقى لابس او انت لابسه توب وعليه حاجه شيفون او دانتيل ترانسبارنت كده، بيكانوا دو كوش او الطبقتين على بعض، ودي كانت موضه فكره التوب التو بيسز ده، فدي كانت موضه واخدت معانا برده شويه حلوين، وكل البنات تقريبا عملت الموضه دي. فكره نوال الزغبي في اغنيه مثلا دلعونه، او كمان اللي تمنيته فكره السالوبات الجلد، دي كانت حاجة جريئة جدا جدا وبرضو بقت موضة وكل البنات لبسوا الجلد وقتها. دلعونا فكرة البنطلونات البرانتد، انتي لابسة بنطلون جينز مش طبيعي كده، لا هو برانتد معمول عليه رسومات معينة، لدرجة ان في بنات لما ما كانوش بيلاقوا البنطلونات دي كانوا بيروحوا اماكن معينة وبيطبعوا على البنطلونات شكل الاشكال دي عشان يبقوا ماشيين على الموضة. وقدي نعمل ستايلينج انك البنطلون الرسومات دي تبقى لايقة على التوب من فوق، فدي فكرة الفيديو كليب اخدت مننا وقت كتير جدا جدا. فكرة ان انت تتفرج على فيديو كليب وتبقى شايف كمان، احنا كل اللي بنتكلم عليه ده قبل كده كانت الاغاني اللي متصورة بشكل الموديلينج او في مودلز او في استعراضات. انت بقى لما تخش على الميني فيلم او ان انت بتتكلم عن قصة اغنية، يعني اغنية مثلا محمد فؤاد الحب الحقيقي او فاكرك يا ناسيني او كمان لو هو بيحلق دقنه، دي من الاغاني الحلوه جدا جدا. محمد فؤاد كمان كان من نجوم المركزين جدا جدا في فكره الفيديو كليب. مصطفى قمر دايما الفيديو كليبس بتاعته كانت مختلفه تماما، وكان دايما بيبحث عن ما كل ما هو جديد. خلينا نتكلم عن استوديو عيونه، نطلع السلم وننزل السلم، خلينا نتكلم عن منايا، نبدا الاغنيه من ورا وبعدين نرجع من قدام، شويه حاجات كده مختلفه. الالوان كانت بتبقى من الحاجات المهمه جدا جدا للمطربين والمطربات. دايما انت عارف في اي وقت او في اي سيزن هيجي يقول لك انت عندك النهارده ساي مثلا، لو انت في الصيف الالوان اللي طلع موضه السنه دي او صيف مش عارفه 2012 او 2013 اللون المفضل هو اللون الاورانج مثلا او الاصفر، فهتلاقي المطربين والمطربات ماشيين على الموضه دي. في احيانا ما كنتش حضرتك متابع الموضه فبتعرفها من الفيديو كليب، يعني مثلا لطيفه من المطربات اللي برده كانت مختلفين جدا جدا في تصوير الفيديو كليب بتاعهم. يا سيدي مستي هو مش شابو، هي عامله زي البرنيطه الصغيره كده كان لونها احمر، كانت عظيمة على الشميز الأبيض وطلعت موضة جدا جدا، مع أنها إحنا ممكن نشوف الموضة دي في بلاد غير عندنا في مصر، ولكن ناس كتيرة جدا عملوا كده. اللون الأورانج ما كانش من الألوان الجريئة جدا، في ناس كتيرة لبست اللون الأورانج في أغنية اللي هي غنتها.